هو طبعا يعني على مستوى التكتيك لما يكون عندك مرونه تكتيكيه تقدر تلعب بيها بكذا عنصر وكذا طريقه لعب 4 2 3 1 طريقه مميزه للمنتخب المصري من سنين طويله، ولكن انك تعملها بشكل 4 3 3 في تغيير مهام رقم 10 ده كمان شيء ايجابي. وزي ما بقول لك مباراه كانت مهمه، عايز اشوف ارقام المباراه معاك من خلال برضو الارقام نعرف المباراه كانت ماشيه ازاي. كلنا طبعا كنا يعني سعداء خاصه بالنتيجه 3 اهداف في طبعا وانت بتسجل خارج ارضك ده شيء مميز جدا. طبعا اهداف 3-0 لصالح المنتخب المصري، الفرص 8 للمنتخب المصري احرز منها 3 اهداف و3 فرص للمنتخب الليبي لم يحرز منها ولا هدف. الاهداف المتوقعه لصالح المنتخب المصري 1.3 مقابل 0.7، نسبه الاستحواذ يمكن متساويه لحد كبير، منتخب الليبي 51% مصر 49%، التمريرات 509 منها 414 صحيحة بنسبة 81% للمنتخب المصري، المنتخب الليبي بنفس النسبة تقريبا مفيش اختلاف، التصويبات على المرمى 12 ده رقم كويس قوي للمنتخب المصري منهم 6 ما بين القائم والعارضة مقابل 8 للمنتخب الليبي ما بينهم 2 ما بين القائم والعارضة، 7 عرضيات للمنتخب المصري 12 عرضية للمنتخب الليبي، ركنيات 1 لمصر 3 لليبيا. المنتخب الليبي كان بيعتمد على العرضيات في المقام الاول وهو نجح، ودي نقطه لازم نعبر نحط تحتيها كده خطوط كتيره ان منتخب ليبيا نجح كتير انه يوصل بعرضيات لمرمى الشناوي او ابو جبل، لانه المنتخب الليبي مميز في النقطه دي. احنا ما كناش مستعدين بشكل مثالي للمساله دي لانه اكتر من كوره المهاجم او الشخص اللي في السته او في ال 18 طلع وصوب من اللي فوق، فمع منافسين اقوى وبيقدروا يترجموا الرأسات دي بشكل اقوى. لسه هجي لك لان احنا بالزبط. زي ما بقول لك يا احمد احنا في مرحله طبعا اعتقادي الشخصي ان شاء الله باذن الله حظوظ المنتخب للوصول للمرحله الاقصائيه خلصت تقريبا يعني اعتقد بنسبه كبيره خلصت بنسبه يعني. 99% بالزبط. ان شاء الله، لكن هنيجي كمان لما بعد ده اعتقد هتبقى قصه مختلفه خالص. وخلينا كمان اتكلم معاك رغم زي ما بنقول ان شاء الله وصلنا بشكل كبير للدور النهائي للتصفيات، لكن طبق المباريات اللي جايه مهمه جدا جدا ان فوز المنتخب المصري بيحسن موقفه في التصنيف موقفه طبعا في تصنيف الاتحاد الافريقي اللي بناء عليه طبعا هنشوف بالظبط يعني احنا ربنا يكرمنا بس في المجموعه اللي فيها تنزانيا ومدغشقر دي للاعب المتصدر من المجموعه دي، غير كده كيروش برضو يعني انا كل ثقه ان كيروش بيعرف يلعب تصفيات وبيعرف ياخد اللي هو عايزه من الماتشات، ولكن في خصوم احنا مش من مصلحتنا ان احنا نحتك بيهم في الوقت الحالي لانه عادي موازين القوى كانت على سبيل المثال الجزائر والسنغال، الجزائر والسنغال خصوم صعبه جدا معقدين جدا، انا بفضل اواجه المغرب او تونس بس ما نواجهش الجزائر خالص لانه الجزائر غير الشحن المعنوي. خلي بالك كمان الجزائر لسه لغايه دلوقتي ما موقفها مش قوي، لسه عندها ماتش مهم قدام بوركينا ممكن يحصل الصداره في الاخر، ولكن انا ما بفضلش الجزائر وما بفضلش السنغال. شأني يعني انا متخيل ان في اتفاق عام ان الجزائر والسنغال هم اقوى منتخبين في افريقيا في الوقت الراهن يعني، بس الجزائر الموضوع معقد جدا لانه الشحن المعنوي اللي بيبقى قبل ماتشات شمال افريقيا صحيح. والتطور اللي فيه الكره الجزائريه والاستقرار والارقام اللي عمالين يحققوها دلوقتي تقريبا واصلين ل 35 ماتش من غير هزيمه، بقى لهم ماتشين تقريبا او 3 ماتشات يبقى اكتر منتخب عمل سلسله الهزيمه في التاريخ. فمنتخب الجزائر لا يعني في حاله معنويه وفنيه ونفسيه قويه جدا، مجرد ما يعدي من مجموعته هيستنى بقى في الماتش الفاصل احنا نبقى اكبر منتخب ممكن يخلق له دوافع ان هو يلعب مصر تاني صحيح. بعد كاس العالم اللي فات تصفيات كاس العالم 2010 وكاس افريقيا بعدها لما كسبناهم 4-0، فاعتقد انه يعني اصعب منتخب يعني اتمنى ما نواجهوش هو الجزائر.